انا ما قصرتش مع حد من حياتي كلها، كان بيتي وعيالي ما فيش غير كده. يعني اما اقول انا بعد عمري ده كله لأملك الا تليفوني المحمول. اديتهم حياتي كلها ولا املك غير تليفوني. بهذه الكلمات فجر الفنان القدير رشوان توفيق كواليس ازمته مع ابنته حتى وصل الامر الى ساحات القضاء. وكشف الفنان القدير البالغ من العمر نحو 88 عام عن أكبر مأساة يعيشها في حياته لتفوق أزمته الحالية، وفاة زوجته وابنه الوحيد بعد قيام ابنته الصغرى آية وزوجها برفع قضايا حجر عليه في محاولة للسيطرة على ما يملك. رشوان توفيق قال عبر حديث متلفز: في قضايا بينا ومبحبش أتكلم عنهم، وأنا اديتهم حياتي كلها، واللي بيحصل ده هسيبه للقانون، وأنا بثق في عدالة القانون. ما قصرتش مع حد من أهلي، حياتي كلها لبيتي وعيالي وما فيش غير كده. أنا بعد عمري ده كله لا أملك غير تليفوني المحمول، وما فيش حاجة أملكها غير فضل الله عليا، وأتمنى أن يخرجني من هذه الدنيا آمنا مطمئنا. تصريحات رشوان توفيق أحدثت صدمة وجدل واسع في الشارع المصري، ولقت تضامن كبير مع الفنان القدير الذي يبلغ من العمر نحو 88 عام. فأعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي دعمه الكامل قائلا: باسم كل فنانين مصر نعلن تضامننا ودعمنا الكامل للفنان رشوان توفيق، ومستعدون لعمل أي شيء من أجلك. فيما أعلن محامون الدفاع تطوعا عن الفنان القدير في محنته الأخيرة مع ابنته ونجلها.